اسمه ماريو، زعتر ماريو بالصحيح. وزعتر لي. وزعتر بس. طيب وين المايكروفونز؟ وين المايكروفونز؟ فسرنا اللعبة أنا جاي. شنو اللعبة هي جاي؟ اسمها ساوند افكتس، أي مؤثرات صوتية. نحن حاليا أنا شاطر حمثل مشهد كمان. ماريو رح يكون الساوند افكت تبع شاط، يعني خذ فور فور اكزامبل. تفضل. شاط عمل اكزامبل. مثلا انا اذا جيت قلت له انطوني انا بدي خدش الفردو او ويس هي بالمية هيك و ايه انا مصر بيه بس طبعا مش الحال؟ اوكي اوكي ركبة الخبرية كمان بدنا ناخد منكم علاقة بين شخصين ما يكونوا شخص نعم بدل بدل بالخيش انا بمجتمع الزبدة ما تزعل علاقة بين شخصين حدا غاز مصر بس ما بيموت بالسكس هن شباب فهمينا غلط خبرية هون مال بقيت شو؟ هنيتك زي موز؟ شو ما عزبت؟ مصاري بص 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 ايه سمع سوري لكن انا الغلطان انا عم فكر بالموز يلا علاقة بين شخصين اساسا فمثلا عطتنا بص علاقة بين يعني مدير وموظف وبدنا لوكيشن مكان يتواجدوا فيه هالمدير والمصنع عزب باركينج بار تواليت اوكي تواليت تواليت اوكي ماريو بدي اعزف معلش صوت الفرنسي اللي بدنا نعملوها صاير اللي بياكل عضلات طوق مين؟ الساس؟ هيك شيء؟ لا لا ماشي عادي عم عم تهدمي وصلي صلي هو شو هيدا الشيء؟ شو هالصوت؟ عادي بتصير معي اوكي فكرت بتصير غلط لا استاذ استاذ سوري انا عم بدرس مش قصدي ما قدرت حضرتك حضرتك حلو كيف؟ خليك بدي اعطيك شغله
كادو دي رتور. كادو دي رتور حبيبي هيدا على الولد عمره ما يرجع تاني. استاذ ليك الالارم حطيته بشايفتك بس هلا راح يدق. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.